معلش خليني قبل ما نطلع نسيب النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا. ارجع يا فندم لو سمحت. في الموائمه الصحراويه يا علاء، احنا اتفقنا ان انتوا لو الدراسات كلها قالت ان احنا نقدر نحصل على الاقل ال 25 مليون متر دول، احنا مش هنخلصهم في 3 سنين. وانا بقول الكلام ده لكم، واهالي مطروح بيسمعوني، واهالي المنطقه الغربيه كلهم بيسمعوني. لا، احنا هنخلصهم في ان شاء الله في اقل من كده بكتير. انا بتكلم في سنه بالكتير. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هي مشكله الصرف الزراعي في سيوه. وانا احنا اتكلمنا في اثناء عرضك في الموضوع، ودوله الرئيس قال لك ان احنا هنشكل لجنه من وزاره الري والزراعه واساتذه مركز الصحراء، مش كده؟ ونشوف. ولو النهارده هذا المشروع برضه، انا بقوله لاهالي سيوه اي مكان، لان دي مشكله قديمه جدا، والدوله ما جابتهاش برضه، ما جابت يعني لم تتصدى لها على مدى سنين طويله. احنا هنشوف ايه اللي ممكن نعمله حتى يعني ننتهي تماما من مشكله مياه الصرف في سيوه. ده معناه ان بقى، انا بس بقول للناس اللي بتسمعنا، سيوه عندها مشكله كبيره جاب لها اكتر من 30 سنه ان الارض بتطبل نتيجه المياه الجوفيه القريبه من المناطق الزراعيه. احنا هنشوف الموضوع دوت وهندرسه وهنتصدى له، وان شاء الله ان شاء الله مهما كان حجم التحدي هنحله بامر الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا علاء. شكرا محمد السيد الرئيس. بالنسبه يا فندم لقطاع الشباب والرياضه، تم العمل على تشجيع الشباب والنشأ على ممارسه الرياضه بانشاء ملاعب رياضيه جديده بجميع مدن المحافظه، وتطوير مراكز الشباب وتقديم خدمات متنوعه لشباب المحافظه، سواء للملاعب القانونيه وملاعب الخماسيه ومبنى التعليم المدني ومراكز الشباب والرياضه. مساهمه رجال الاعمال والمجتمع المدني اللي قدام سيادتك ده فندم، اجمالي مبلغ تبرعات نقديه برجال اعمال تتجلى بصراحه مشاركه رجال اعمال محافظه مطروح، سواء من ابناء المحافظه او من رجال الاعمال الذين لهم استثمارات على ارض المحافظه، باجمالي مبلغ 471 مليون ده نقدي. اتفضل يا فندم. فندم، كل المشروعات وكل المشاكل المزمنه اللي كانت داخل محافظه مطروح شارك في حلها جميع رجال الاعمال، بدايه من مشروع نقل الركاب بدعم ب 40 اتوبيس باجمالي 15 مليون جنيه، تطوير محطه تعبئه الغاز بتطوير ده احدث مصنع موجود في مصر والشرق الاوسط حاليا بتكلفه 10 مليون جنيه، تبرع من مجهود رجال الاعمال، مصنع الوجبه المدرسيه، تطوير مجمع المخابز بتكلفه مليون جنيه، تطوير مصنع الصوف بمبلغ 1.5، ده يعني في العديد من السيدات المعيله بتعيش على هذا المصنع وكان متعثر من اكثر من 20 عام، تم اعاده تطويره بمبلغ 1.5 مليون مجهود رجال المجتمع المدني، انشاء مصنع الاطراف الصناعيه لضحايا الالغام بتكلفه اجمالي 1.5، ده دعم من وزاره التعاون الدولي، تطوير الميادين بتكلفه 1.5 مليون جنيه،